يعطيكم العافية، أنا الدكتور إلياس عبود من سوريا، مقيم باختصاص مداوات الأسنان اللبية والترميمية من المركز الوطني للاختصاصات الطبية والبورد السوري. اليوم رح ضوي على موضوع مهم بالمعالجات اللبية بالإندودونتيك تريتمنت، غالبا ما بيواجهنا بحالات الريتريتمنت كيسز يلي هو الليدج إن إندودونتيكس. بداية منبلش بتعريف الليدج. Definition of the ledge in endodontic treatment هو عبارة عن تشكل مسار خاطئ wrong path بالروت كانال، مما يؤدي إلى انحراف عن المسار الصحيح وعدم القدرة للوصول إلى الأبيكس. هذا الشيء بيؤدي إلى وجود بقايا pulp tissue غير قادرين على تنظيفها وحشوها. أسباب تشكل الدرجة Reasons for the formation of the ledge. أول سبب يلي هو wrong access cavity يلي بيسبب عدم دخول مريح للإنسترومنتس إلى داخل الروت كانال. هذا الشي بيصير عند احتكاك الإنسترومنتس مع جدران السن. تاني سبب يلي هو إزالة الـ old obturation materials في حالات الـ retreatment cases يلي إلى أكثر نسبة من تشكل الدرجات. ثالث سبب هو عدم تحديد الـ working lengths بشكل صحيح. رابعا forcing and driving the instruments into canal استخدام الأدوات بشكل خاطئ وباستخدام ضغط داخل الروت كانال. عدم استخدام الأدوات بالشكل الصحيح وعدم تدرج بالإنسترومنتس. أهم نقطة بتدبير حالات الدرجات هو الابتعاد عن تشكيلها، وذلك باستخدام التسلسل الصحيح لخطوات الإندودونتيك تريتمنت. في حال حدوث الدرجات ممكن تدبيرها باتباع الخطوات التالية. أول شيء بنعمله اللي هو Pre-Operative X-Ray. شو بتساعدنا؟ بتساعدنا بفهم الحالة بشكل أكتر قبل ما نبدأ بالعلاج، وأيضا نحن بنعرف أنه Pre-Operative X-Ray بتساعدنا بتقدير الطول العامل بشكل بدئي كرمال نقدر نتعامل مع الحالة بشكل صحيح. تاني شيء نستخدم سوائل الإرواء بشكل كتير كبير، وخصوصي إذا متواجد عندنا Activation مثل Ultrasonic مثل Sonic كرمال نخفف قدر المستطاع من الدبريس المتشكلة داخل القناة. بالإضافة إنه نحن لازم نستخدم Pre-Curved Files يعني هي تكون Stainless Steel، ما بنستخدم النيكل تيتانيوم بتجاوز درجات لأنه ما بيساعدنا نحن من نحني المبرد كرمال ناخد الشكل الصحيح للقناة. بالإضافة نستخدم الأدوات بشكل صحيح ومتسلسل وما ننتقل من أداة إلى أداة أكبر قبل ما نتأكد إنه الأداة اللي عم نستخدمها صارت لوز جوات الروت كانال. ننتقل لحالة مخبرية تم تشكيل الدرجة عمدا لتوضيح كيفية التعامل معها وكيفية تجاوزها. منلاحظ بالpreoperative X-ray وجود wrong access cavity بالإضافة إلى وجود wrong path to the apical third مما أدى إلى حدوث الليدج. بهذا الفيديو عم وضح كيف نحن عم نستخدم كي فايل 10 ومنلاحظ كيف عم نصطدم بالدرجة، عم حدد أنا مكان الدرجة وما عم بقدر أوصل لكامل الworking lens. أول خطوة نعملها هو تصحيح للأكسس كافيتي لنسهل وصول أدواتنا للكورونال بارت أوف ذا روت كانال بشكل مريح، وذلك باستخدام سنابل الإندوزيت بير بحركات قشط على الجدران، أو فينا نستخدم الألتراسونيك تيبس كمان لنأمن دخول مريح للإنسترومنتس للكورونال بارت أوف ذا روت كانال. بعدين ننتقل للكورونال فليرينج، وذلك باستخدام سنابل الجيتس جليدن أو باستخدام الروتري فايلز مثال عليه الاس اكس. كتير منتبه لنقطة مهمة اللي هي تحديد مكان تشكل الليدج كرمال ننقل هذا الطول لسملة الجيتس جليدن اللي هنستخدمها بالكورونال فليرينج كرمال ما نزيد من الدرجة المتشكلة. بفضل استخدام السنابل جيتس جليدن عن سنابل الاس اكس لانه قوة القطع وقلة برونة سنابل جيتس جليدن بتساعدنا اكتر بالكورونال فليرينج وتساعدنا بتأمين ستريت لاين تو ذا ليدج
كرمال نأمن مدخل مستقيم لبداية تشكل الدرجة. بعدين بنلاحظ بصورة الإكس-راي كيف قدرنا نأمن الإكسس كافيتي بشكل صحيح وقدرنا نعمل كورنر فليرينج تو ذا ليدج. مثل ما ذكرنا بالخطوات السابقة إنه نكتر قد ما فينا من الإيريجيشن، وخصوصي إذا موجود عنا أكتيفيشن نستخدمون مثل أتراسونيك أو مثل الأترا إكس أو مثل سونيك كرمال نخفف مثل ما حكينا من الديبريز المتشكلة داخل القناة. بعد ما خلصنا من تصحيح المسار نرجع مننتقل للمبارد ذات القياسات الصغيرة Small Hand Files مثل K-File 6 أو 8 أو 10. منلاحظ بالفيديو كيف أنا عم بتأكد من مكان تشكل الدرجة، كيف لساتنا بعد ما عملنا الأكسس كافيتي بشكل صحيح، بعد ما عملنا الكورنر فليرينج لسه المبرد عم يصطدم بمكان الدرجة. ومنلاحظ طريقة الحني الخاطئة للمبرد كيف نحنا ما نستفاد من هاي الطريقة لأنه نحنا نقدر نتجاوز الليج المتشكلة. لهيك رح نشوف بهذا الفيديو كيف أنا حنيت الفايل بالملقط أو بأدوات خاصة موجودة كرمال نحن نحني المبرد بزاوية صحيحة. هون أنا حنيت المبرد بزاوية 45 درجة، مع انتباه أنه أنا حددت اتجاه المحدد المطاطية بنفس اتجاه البريكورفت فايل كرمال نحفظ كيف لازم ندخل الفايل جوات الروت كانال ويكون بعكس اتجاه الليج المتشكلة عنا. مثل ما شايفين اتجاه المحدد المطاطية نفس اتجاه تماما انحناء الفايل. بهي الحالة انا كان الليدج عندي متشكل على جدار البقل، لهيك اتجاه انحناء المبرد لازم يكون باتجاه اللينجوال. بنلاحظ كيف المحدد المطاطية على طول 13 ميلي لح يدخل معنا المبرد بشكل اكتر من 13 ميلي بحركات ووتش وايدينج كرمال نقدر نتجاوز الدرجة. متى ما تجاوزنا الدرجة وقدرنا نفوت أكثر بواحد أو اثنين ميلي ما منطلع من المبرد، لا بنعمل حركات up and down motion كرمال نخفف من الدرجة المتشكلة ليسهل لنا انتقالنا للمبرد ذات القياس الأكبر. بعد ما قدرنا نتجاوز الدرجة بكي فايل 10 فينا ننتقل لكي فايل 15 ونكمل يدوي، لكن حابب ضوي على فايلات كتير بتساعدنا بتجاوز الدرجات ويلي هنن Precurved Fanta Files ويلي موجودة بمقاسات 10 تيبر 4%، 10 تيبر 6%، 15 تيبر 6%، وبتكون القدرة على الروتري فايلز بتخفيف من شدة الدرجة ومن حدية الدرجة أكبر بصراحة وأقل جهداً من استخدام الهاند فايلز. مثل ما شايفين هون أنا انتقلت لاستخدام البريكورفت فانتا فايلز. مثل ما شايفين هو عبارة عن مبرد محني بشكل مسبق بساير انحناء الهاند فايلز كنا عم نحنيهم قبل شوي. ضروري انه نحدد الطول اللي كان عم يصطدم معنا عند الليج كرمال نقيم اذا هذا الروتري فايرز قدر يتجاوز الدرجة او لا. مثل ما شايفين حطينا على طول 13 ميلي، وجهنا انحناء المبرد باتجاه اللينجوال مثل ما حكينا انه حفظنا نحن وين تشكل الدرجة كانت على البكل، لهيك اتجاه انحناء المبرد رح يكون ناحية اللينجوال. بحالة تجاوز الدرجات بفضل انه يكون الفايل داخل القناة باتجاه الصحيح بعدين شغل الروتري، او نحط الفايل بشكل يدوي داخل القناة بعدين تركيبه على القبضة بعدين تشغيل الروتري كرمال نضمن انه هو بالمسار الصحيح. مثل ما شايفين احنا حطينا المحدد المطاطي على طول 13 ميلي، لكن اتجاه المبرد الصحيح قدرنا نتجاوز الدرجة. ومنرجع منذكر بحركات الـ up and down motion كرمال نخفف من شدة الدرجة لنقدر ننتقل بعدها
للقياس المبرد أكبر. مثل الملاحظين قدر المبرد يفوت معنا على طول 17 ميلي، وما مننسى أنه نعمل غسيل وإرواء بشكل كتير كبير كرمال نخفف من الدبري المتشكلة داخل القناة. هاي الصورة الشعاعية بعد ما أنا قدرت استخدم الروتري فايز تاع بري كيرفت فانتا فايز وقدرت اتجاوز درجة وخفف من حدة الدرجة. أنا هون بقدر بقى حدد الووركينج ليز بشكل صحيح وارجع استخدم المبارد بشكل متسلسل كرمال ارجع حضر كامل الروت كانال بشكل الصحيح. نطبق الشيء اللي ساويناه على الحالة المخبرية بحالات سريرية واجهتني بعيادتي. هذا ضاحك أول علوي لمريضة عمرها 42 سنة بتعاني بألم على الضغط وألم على المشروبات الساخنة. بالصورة التشخيصية بيّن معي منيح أن هناك very bad old obturation بالإضافة إلى missing pulp tissue in the apical third. مثل ملاحظين كمان we notize at the radiograph before start that there is a ledge in the middle third of the canal. بداية بلشت اني اعمل removing the old obturation بالH file، لكن حسيت انه عم بصير في اصطدام قوي انه عم بعمل removing the old obturation، لذلك اخذت X-ray ولقيت اني انا عم بحفر بمكان الليج، انا عم كبر الليج، انا عم صعب الحالة المهمة. انا هون ممكن كتير احتمال يساوي perforation داخل القناة، لهيك أنا بوقف استخدام الـ Instruments وبفضل بهيك حالات ننتقل لإزالة الـ Old Obturation بالـ Ultrasonic أو بالسونيك، أو مثال عليها كتير كبير استخدمته هون وهو الـ Ultra X إلى ثلاث رؤوس السيلفر والبلو والجولد. الجولد اللي بيفيدنا بيعطينا أكتر قوة للـ Ultra X اللي هو الرأس الباورفول، بإضافة إنه استخدم السولفنس. مثل ما شايفين أنا هون قدرت أعمل complete remove the old obturation فقط باستخدام الألترا إكس مع السولفنس، حتى أقدر إني استرجع أعمل traveler correct pass to the apical third. أنا هون قدرت أعمل retriever the correct pass، قدرت حدد الطول العامل بالقناتين، عملنا الماستر كون. لكن هون الصعوبة اني انا كيف ممكن احشي هاي المنظومة اللي صارت عندي، كيف انا ممكن اضمن انه الليج المتشكلة قدرت احشيها وعملها ختم ثلاثي الابعاد. اهم الطرق الحشو المستخدمة بهيك حالات هي الوارم فيرتيكال كومباكشن تكنيك، يعني بتضمن لي اني اعمل تكثيف حراري عمودي لكامل المنظومة القنيوية. مثل ما ملاحظين انا قدرت سد كامل الروت كانال، قدرت اني سد الليج المتشكلة، قدرت اضمن انه انا عملت 3D obturation للفيرست بريمولر. بالنهاية بحب نبه على قصة كتير مهمة يلي هي cleaning the excess cavity after obturation، يلي بتساعدنا بقدرة ارتباط المواد المرممة مع السن ليعيش معنا السن أكبر فترة ممكنة. كنت معكم أنا الدكتور الياس عبود، بتشكر كتير الدكتور مازن دوماني على هالدعوة الكريمة، وإن شاء الله تكون قدمت لكم كلينيكال تيبس تفيدكم بحياتكم العملية، وإن شاء الله تكون فائدة للجميع.